متابعين الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاؤنا اليوم لقاء مختلف، بحيث أننا لا نوجد في مدينة طنجة. طبعا اليوم نحن في ضيافة أهلي تطوان. أهلا بك. نحن مع صاحب أشهر جملة وهي عائلة مساحة. يا أهلا أخي يوسف، مرحبا بك الحبيب. أهلا بك أخوي سلمان، مرحبا بك. الله يكبر. مرحبا بك. سلمان كانت في واتساب، أنا يوسف. يوسف مرحبا. أخي يوسف نبدأ معك. عرفنا عليك أكثر بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوكش. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الاسم ديالي يوسف عبو، 29 سنة، صانع محتوى مغربي، صانع محتوى على السوشيال ميديا وبالتحديد في اليوتيوب. كندير محتوى ثقافي متنوع، مثلا نظريات علمية، كتب وروايات، مواضيع تاريخية، مواضيع اجتماعية. وفي بعض الأحيان ملي كنشوف شي حاجة في المجتمع ما عجبانيش وعندي الرأي ديالي فيها كنعطي رأيي فيها. البداية ديال يوسف كيفاش كانت؟ البداية ديال يوسف كانت في نهاية سنة 2017 وبداية سنة 2018. البداية والقصة ديال اليوتيوب هي أنه أنا كشخص كانوا عندي بزاف ديال الأفكار، بزاف ديال الآراء، يعني الأيديولوجية ديالي ما كاينش مع من غادي نشاركها، ما كاينش واحد اللي غادي يسمع ليا. في بعض الأحيان كنت كندير تعليقات على بزاف ديال الصفحات العالمية على شي موضوع مثير للجدل. فاش كنت كنكثر من التعليقات، يعني في كل مرة كيديروا تعليق موضوع كندير تعليق ما كيعجبهمش النقد ديالي، كيكون لادع، فكيضطروا انهم يبلوكوني من لاباج. فهنا كنت كنحس بتكميم الافواه، كنحس بحال شي واحد كيسد ليا فمي بالدرع. وفي المحيط ديالي ما كاينش مع من تناقش، فقررت انه خاصني شي بلاتفورم اللي نبدا نهضر فيها ونعبر فيها على رايي. وكانت المنصه ديال يوتيوب هي الهدف، هي الوجهه وداك الشيء اللي كان فعلا. يوسف قبل ما يوصل شنو هي المعاناه، اولا نقولوا شنو هي المعاناه ديال المساحه قبل الوصول. بصراحه انا ملي بغيت نبدا اليوتيوب حتى شي واحد تقريبا ما كان عنده علم الا بعض الزمره من الاصدقاء القليله جدا. وطبعا الاصدقاء ديالي انا كنختار المحيط ديالي بعنايه، حتى واحد ما كانت عنده شي كلمه يعني فيها شي كلمه سلبيه بصفه عامه. وحتى العائله ديالي بالعكس كانوا الداعمين ديالي. ربما البدايه كانت صعيبه حيت انا عمري درت اليوتيوب، فما كنفهمش، باقي ما كنفهمش نصور. ربما ما كانش عندك اصدقاء في الجوار اللي كيمارسوا نفس العمل. طبعا بالخصوص في اليوتيوب ما كان حتى شي واحد، كنت انا الوحيد اللي غادي يدير هذا الميدان هذا، يعني انك توقف حدا الكاميرا وتبدا تهضر. ولكن هذاك ما كانش مشكل كبير بالمقارنه مع تقريبا المشكل المادي. هو ماشي كان مشكل، ولكن الحمد لله انه كان مشكل حيت علمني بزاف ديال الحاجات. مثلا ملي كنت بديت كان البيسي ديالي تحرق، ما كانش عندي باش نجيب بيسي، اضطرت انني نسلف باش نجيبه. هذه كنشوف انها من المعيقات، ولكن الحمد لله اي خطا كيوقع ضروري كنتعلم منه. يوسف واش تحقر في البدايه ديالو؟ في صناعه المحتوى. ربما أهل ربما لا، ربما حيتاش كنت أنا كيوسف صرت بزاف ديال الرسائل بزاف ديال صناع المحتوى اللي كانوا بديك الساعة طوب، ربما هم الآن منسيين، ماتوا يوتيوبيا وفي عالم صناعة المحتوى ماتوا. ولكن في ذلك الوقت ربما كان برر لهم بعض الشيء، حيث أنا صرت لهم في بزاف ديال المواقع التواصل، بزاف ديال المواقع كمبر اليوم، لأنه ربما كان عندهم جمهور كبير وما يقدروش أنهم زعما يفلتروا ميساجات بزاف. ولكن أنا ما صرت لهم حتى كان في يدي شي حاجة، ما صرت لهم مش مثلا على الخاوي، مثلا داير فيديو ولا جوج ولا ثلاثة بكاريتي طايحة وغادي نصرت شي واحد نقول له دعمني. لا أخبارك أنا تواصلت مع يوسف مساحة ودعمني؟ حيث حسيت نفس الإحساس منذ زمن طويل، من 2017 ما شاء الله، من 2018 يعني اللي كيعمل شي حاجة في شي حاجة مزيانة راه كتبقى راسخة، كتبقى راسخة للأبد. ربما يعني أنا كندير بلاصتي للمقطع بلاصة ديال الآخر، خصوصا إذا كان عنده شي محتوى زوين اللي غادي يقدمه.
وما كاين شكون غادي يوقف معاه، كندير راسي انا بلاصتو في نفس ديك الفتره هذيك، فكنضطر انني ندير الجهد اللي نقدر عليه معاه. دابا فاش هضرت على صناع المحتوى وتواصلتي معهم وكذا، نفس الشيء قلت لك من بين بزاف ديال صناع المحتوى اللي تواصلت معهم، حتى واحد ما جاوبني من غير يوسف مساحه، فانا بعدا من هنا كنشكرك من القلب، ماشي مجامله والله، شكرا على التواضع ديالك. الله يهدي، بالعكس مرحبا بك. سر الوصول مساحه ل 5 مليون هو كاين اسرار وهي في نفس الوقت ماشي اسرار. انا غادي نعطيها لك بتفاصيل. اول حاجه الشخص، شكون انت اللي واقف حدا الكاميرا؟ حيت كاين بزاف ديال الناس كيعالجوا بزاف ديال المواضيع، يعني بزاف ديال واقفين قدام الكاميرا وبزاف واقفين حدا الكاميرا، وكتلقاهم باقي ما وصلش ما وصلينش 100000 200000 300000. علاش؟ وزعما المواضيع اللي هضرت فيها انا هضرت فيها غير انا بوحدي؟ لا، طريقه. اول حاجه اللغه العربيه، اللغه العربيه واحد السلاح اللي هو قوي بزاف. حاجه ثانيه الطريقه ديال الالقاء، كيفاش انك تخلي المشاهد يبغيك ومقبول عنده ويبغي انت اللي غادي تحبب له الفكره. راه الفكره ماشي انا بوحدي اللي طرحوها بزاف ديال الناس. علاش؟ ولكن علاش الفيديو ديالي انا جايب مشاهدات وجايب بزاف ديال التفاعل مع الناس، في حين ان الشخص الاخر ما عندوش تفاعل؟ السبب السر هو الشخص، هو انا اللي واقف حدا المشاهد وكيتفرج فيا، كيحس بيا انني قريب منه، ما كنهضرش معاه بواحد اللغه خشبيه مصطنعه، فهمتي؟ رغم انه في البدايه ديالي ماشي فحال دابا، في البدايه ديالي يعني كانت واحد الصعوبه، ماشي اي واحد بدا في اليوتيوب راه غادي يبدا محترف. لا، كانت اللغه العربيه ديالي ضعيفه، كان مثلا الالقاء ديالي كان شويه خشبي، ولكن مع الوقت رجعت فليكس وكانت الدهشه، مع الوقت كلشي مشى. تبارك الله عليك. يا راي يوسف مساحه في اعمال رمضان. في اعمال رمضان، شوف كانت هناك اعمال يا ان كانت هناك اعمال اصلا، وهذا السر. كاين انا جوج الحاجات اللي كنتفرج فيهم وتفرجت فيهم في رمضان. العمل الاول هو امدو، كنحيي القائمين عليه، والمخرج والمؤلف وصاحب السيناريو والمخرج، المهم المصورين في ديك العمل كامل كنحييهم بزاف بزاف بزاف، حيت واحد العمل رائع. هذا كنتفرج فيه. وعمل اخر اللي شفت القصه ديالو وعجبتني ومثلت فيه، حيتاش عجبني فعلا، هو تقريبا المصور اللي خدام في التصوير ديال امودو، راه خدمه في التصوير ديال املي، المهم برنامج اسمه املي، برنامج واعر وثائقي هو. لا لا، كيتداع كل اربعاء على القناه الاولى، كيتداع كنظن في الواحده القصه ديالو واعره بزاف. وملي شفت القصه وتعرض عليا انه مثلا كانوا غايجيو لتطوان وغادي يصوروا هنا، عجبتني الفكره بزاف بزاف، وقلت لهم اوكي نصوروا كاينش مشكل. ولكن لو كان غادي تعرض مثلا عليا شي دور في شي عمل رمضاني اللي مجرد حشو وعطي الكور وعطي العوار، ما غادي نقدرش، فهمتي؟ ما غادي نرتاحش، انا براسي ما غادي نرتاحش انني نكون في ذاك العمل، واخا يعطيوني شحال ما بغاو يعطيوني، انا كيعجبني ندير شي حاجه وانا مآمن بها، وهذه هي المشكله. العمل الرمضاني راه انا كيبان لي غير كور وعطي العوار، المهم انه يجيب واحد شويه ديال المشاهدات، حيت غايجيب المشاهدات، فهمتي؟ اولا دير شي مسلسل فيه شلا فضائح وشلا يعني شلا مغالطات منطقيه، باش انك تثير الجدل في المغرب وانت عارف ان بزاف ديال كاين واحد الوتر حساس اللي غادي تثير المغاربه ولا غادي تجيب به مشاهدات. ولكن داك العمل راه غادي يبقى في التاريخ وغيبقى في الذكرى ديال المغاربه، وربما الى جيتي تصلح ما افسده ذلك المسلسل غادي تحتاج الملايين والملايين. نقدر نقولوا ان يوسف غير راضي على الاعمال الرمضانيه بواحد النسبه. يا شو هو تقريبا كل عام كل اللهم كتلقى مثلا واحد العمل في رمضان كامل هو اللي شويه اللي فيه الضوء زوين كيغطي، وهذا الشيء كان رمضان اللي فات. اما في رمضان ما بان لي حتى شي عمل. يا لربما الكلمه قاسيه شويه ولكن كيقول لك اللهم قاس احسن من كذا. يوسف، نعم. تحدثت عن مسلسل الشيخه وقلتي هذا العام عندنا مسلسل الشيخه، العام اللي ماجي نقدروا نشوفوا الشواذ الجنسي في القنوات المغربيه. يا اول حاجه الا مشات شي واحد خد هذيك الفكره ودار عليها مسلسل غادي ندير له شوها. ماشي بعيد. يديروها، كاين شي ناس يديروها فعلا كيستناو. شنو رايك في هذا العجب العجاب
يا مسلسل الشيخ. وشوف هو دابا هذا المسلسل هذا باغي انه يحول واحد النقطة او لا واحد الشخص في المجتمع اللي هي فئة غير محببة، وكيجيك يقول لك انه الواقع. لا اسمح لي، راه الواقع ديالك انت، الواقع ديالك انت. انا راه عمري في الحياة ديالي، في حياة العائلة ديالي، ما حضرنا شي حفل شي عرس فيه شيخة، خصوصا هنا انا كنهضر بعدا على الشامل، وفي الحياة ديالي كاملة شي حرس شي عرس او لا شي حفل او لا او لا شنو ما كان، ما كاينه شي حاجه. حنا عندنا اسم الشيخه، فإلا قلتي لا انت حق المورد ديالنا وهذه، فراه داك المورد ديالك انت ماشي ديالي انا. ولكن مش انك تدير عليه مسلسل كامل اخويا، كان ممكن انك تدير مسلسل على قصه ديال طفله صغيره، كيفاش انها من الصباح كدوز النهار ديالها في الاطلس، كيفاش كتمشي تجيب الماء، كيفاش كتمشي للمدرسه. ها انت خلقتي واحد القصه ديال واحد الانسان مهمش في واحد الجانب من المغرب. كان ممكن انك مثلا تدير قصه على واحد الشاب، كيفاش انه دوز الابتدائي الثانوي، دوز الباك، دوز الكليه، ودار الماستر ديالو، وهو الان عاطل عن العمل، دوز الروتين اليومي ديالو شنو كيدير، دير القصه ديالو. يعني انت غادي دير الواقع ديال الاف الشباب في المغرب. انا في ظرف دقيقه عطيتك جوج ديال القصص، فما بالك جوج ديال القصص. انت كان عندك العام كامل، العام كامل اخترتي انك تدير مسلسل على راقصة. انا في ظرف دقيقة عطيتك جوج ديال القصص، انت كان عندك العام كامل وخرجتي انك تعطينا مسلسل ديال الشيخة ديال الراقصة رقاصة. فهنا كيكون الفرق في الافكار، الفرق في الثقافة، الفرق في الوعي. وردة الفعل ديال الناس كنظن انها ايجابية، ردة فعل صحية. المشكل انه ماشي غير في المغرب، في بزاف ديال الدول راه غير مصر كل عام كيوقع عليهم مشكل، ولكن راه كينوض عليهم بالصباط، كيوقفوا لهم في الحلق. خرجوا بعض الممثلين من نفس المسلسل قالوا ان مسلسلنا ناجح، والدليل هو الارقام التي يحققها على اليوتيوب. عمره كان الارقام يدلون على تحقيق النجاح، راه روتيني اليومي يحقق ملايين المشاهدات. وشنو اذا نقدروا نقارنوا ان داك المسلسل ديال الشيخات وروتيني اليومي في نفس الكفه، فقط احتش عندهم مشاهدات. وعادي جدا راه مجرد انك غادي تطرح واحد، الا كنتي درتي موضوع على البورنوغرافيا راه كنتي غادي تحقق ملايين المشاهدات. واش ما عارفش بلي ان المواقع الاباحيه من اكثر المواقع زياره في العالم في الوطن العربي؟ فهل هذا يدل على انها ناجحه؟ ربما في الميدان ديالها هي ناجحه. خي يوسف، واش سمعتي من قبل معلومه ان الافلام الاباحيه كتشاف في رمضان اكثر؟ نعم، الافلام الاباحيه فعلا كترنكاب بشكل كبير في رمضان، وربما هذا فيه شلا حاجات. اول حاجه، فإلا كانوا المسلسلات غادي تقاسوا بالمشاهدات، النجاح ديالهم بالمشاهدات، فهذا يعني انه غادي تقاسوا النجاح غادي تقاسوا بالافلام الاباحيه، حتى السيارة عندها مشاهدات كبيره. ولكن في نفس الوقت هو شوف، خاص الإنسان شوية يكون صريح مع نفسه في كلتا الجانبين. فأنت كيفاش غادي تهاجم واحد المسلسل اللي كيهضر على الشيخة، وفي نفس الوقت ربما أنت في وقت آخر كتمشي تفرج فيلم إباحي؟ وهذا الشيء راه يعني الواقع هو اللي كيقولوا ماشي. ولكن لربما النقطة اللي غادي نختلفوا فيها هي أن ذاك اللي كيسي كيمشي وكيتفرج فيلم إباحي كيتفرجوا في مكان خاص لوحده مع راسو، الراسو ما كيشوفو حتى واحد الا رب العالمين. ولكن ما كتعرضش في التلفازه، ولكن المسلسل ديال الرقاصه راه غادي يتعرض امام ملايين الناس، وفي وقت ما عرفتش في اين وقت كيتعرض، واش مورا الفطور ولا كيتعرض في التلفازه وكيتفرض على الناس انهم يشوفوه. فكاين واحد الفرق بين هادي وبين هادي، وهذا الشيء اللي كنظن. والنجاح ما كيتقاسش يعني بالمشاهدات. خي يوسف، انت كشاب ناجح الحمد لله، عطى بزاف في السوشيال ميديا وصناعه المحتوى، كاين بعض الناس وربما هذه واحد الفئه كبيره من المجتمع المغربي كتشوف انه باغي يدخل اليوتيوب طبعا على قبل الفلوس، وكيشوف انه اذا ما عملش روتين اليومي، انه اذا ما عملش الفضيحه ما يطلعش، مع العلم ان اليوم احنا جالسين امام انسان عمل بزاف وغير المحتوى النقي وطلع الحمد لله. اوكي، انا غادي نعطيك واحد النموذج بواحد جوج ديال الممثلات مثلوا في جوج ديال الافلام وتخسرت السمعة ديالهم بسبب ديال فيلم واحد، إلى حدود الساعة ما زالت ديك اللعنة تبعهم.
بجوج بهم خارج المغرب، ما بقاتش عندهم كركسة يعيشوا في المغرب، ما يقدروش يعيشوا في المغرب حيتاش الى مشاو في الشارع غادي ربما غادي يتلقاو مضايقات وهجومات وسب وشتم. علاش؟ بسبب فيلم مشهد بسبب مشهد او لا فيلم واحد، فيلم واحد خسر لهم الحياة المهنية ديالهم كاملة، الحياة العائلية ديالهم كاملة، خروج من الوطن، وتسبب انهم اضطروا انهم يخرجوا من البلد ديالهم. الانترنت لا ينسى، والكونتنت الموجود في الانترنت لا يمحى. الا كنت غادي تفكر انك تدخل ليوتيوب وتدير شي محتوى وكتفكر حقا انا ما نقدرش ندير شي موضوع، ما نقدرش نكتب، انا ما نقدرش نبقى كمونتاجي مده طويله، لا انا ندير شي حاجه سهله، ندير روتين اليوم. فكر انه خصوصا ان روتين اليوم كديرو المراه وهذا كيشوه السمعه، ولكن بدا بالنساء وتعرف بالنساء، تشهر بالنساء، الملايين المشاهدات كاين في الفيديوهات ديال النساء. هذا هو إساءة للمرأة بشكل أول، وإساءة إهانة لديك المرأة بشكل ثاني، وما غادي تعرف القيمة ديال هذا الهضرة حتى تقول سنين وغادي تبغي أنها تجوج وتدير دار وتدير وليدات، ولا تبغي تمسح ديك الأعمال، ولا تبغي تمسح ديك الأعمال. وفعلا كاين محاولات دابا أن ديك الأعمال تمسح من بزاف ديال الأطراف. علاش كتحقول لك حقا أنا جوجت ودابا عندي ولدي وكيمشي للمدرسة وكيتهان أصحابه في المدرسة كيتهان، ما كتعمل روتيني اليوم ولا كدير أي نوع من الفيديوهات الفاضحة في اليوتيوب، فكتقول لك صافي أنا باغي نمسح ديك الشيء، ولكن كيفاش غادي نمسحه ما قادراش. علاش حطيتي راسك في ديك الموقف؟ إلا كنت غادي تفكر أنك دير محتوى، دير شي محتوى اللي غادي يحسن السمعة ديالك واللي غادي يفيد الناس وغادي يفيد الأمة كما قال الصديق صديق يوسف. وهذيك هي أهم نقطة، حيث غادي تربح رضات الوالدين، الناس غادي يقولوا الله يرحم له الوالدين، الله يرحم اللي رباه، غادي يشكروك. تعليقات في الغالب كتكون تعليق المحتوى الجيد 90% من التعليقات كتكون مزيان، وهذه أحسن حاجة غادي تاخذها، وفي نفس الوقت غادي تاخذ غادي تربح فلوس مزيانة، يعني غادي تدير واحد الجهد وغادي تلقى المراد ديالك. خي يوسف، بما انك درت على الفلوس مزيانه، واش صناعه المحتوى فيها الفلوس؟ طبعا صناعه المحتوى في حال التمثيل، التمثيل فيه الفلوس، اعلامي تا هو كيدخل فلوس، صحفي مرموق تا هو كيدخل فلوس، وصانع محتوى تا هو كيدخل مبلغ محترم من التعب الكبير اللي كيبذلو. تبارك الله عليك. رجعوا لي الخي يوسف بعيدا عن التفاهه والروتين اليومي والشيخه وما شابه ذلك. يوسف اعبو فين كيشوف راسه من هنا 5 سنين؟ في صناعة المحتوى. في صناعة المحتوى كنفكر أنني غادي ندير واحد يعني واحد كونسيبت جديد، وما كنظنش أنه غادي يكون في فترة ديال 5 سنين، لا بالعكس غادي يكون في أقل، وغير مرار رمضان إن شاء الله غادي يبان كما كنقولوا غادي يبان العربون إن شاء الله. آمين يا رب. شنو هو الهدف من قناة مساحة ومن الوجود ديالها؟ الهدف من قناة مساحة كنظن أنني واحد جزء منه قلته في البداية، وأنه كيكون عندي أفكار، مثلا كمثال أنه أنا معجبنيش هذا المسلسل ديال الرقاصات ديال الحياة ديال الراقصة ولا بصفة عامة، مثلا أنا معجبنيش وعندي رأي فيه، التعليق ديالي في شي صفحة ما غيكون عنده حتى شي أهمية، بينما أنه إذا درت فيديو وحطيته في يوتيوب ولقى تفاعل مع الرأي ديالي غيكون عنده تأثير كبير. هذه هي الفكره ديالي انا بالخصوص. عندي بزاف ديال الافكار ما كيعجبونيش لا حاجه، وقادر انني نساقط بزاف ديال الحاجات بناء على الادله ديالي كتكون كامله محطوطه في الفيديو. فانا كيكون عندي الراي ديالي، والراي ديالي كيشاركوني بزاف والاف الاف الاف ديال الناس، فحال اللي كنكون انا منبر او لا اتكلم بلسانهم، وفي نفس الوقت انا كنكون مرتاح نفسيا حيت كنخرج لي في المكنونات ديالي. كيقرا التعاليق ديال الناس ضروري، بخصوص في الفيسبوك كنقراهم تقريبا كاملين وكنرد عليهم، كنرد بكل روح رياضيه. بالعكس انا كنعتبر ان المشاهد خاص تبقى عنده واحد القيمه كبيره، وما خاص شي واحد يستحمر لمشاهد كما كيديروا هذه المسلسلات الان، لا المشاهد راح فيه الأستاذ وفيه المعلم وفيه الطبيب وفيه الوزير وفيه أطر وكفاءات كبار، وفيه الإنسان العادي اللي هو قاري، وفيه الإنسان العادي، يعني خاصك تحترمه.
وفاش كتقرا التعليقات ديال الناس وكترد عليها فهنا كتعطي كترد الاعتبار لهاد الناس، وراهما الاساس، هما القاعده الاساسيه لصناعه المحتوى. الله يوسف، كان كاين واحد ملتقى في مدينه طنجة لبيت الصحافه حول قضيه الطفل ريان، ربما على طرق الانقاذ وربما على التغطيات الاعلاميه اللي كانت هنا. خرجوا شي ناس ربما على عدد الاصبع، لا يعدون على رؤوس الاصابع. ايوه، على رؤوس الاصابع، اللي قالوا ان يوسف مساحه اللي حضر هذا الملتقى وناقش هذا الموضوع وكذا باي وجه هو ما كانش حاضر في قضيه الطفل ريان. مزيان، كانوا يجي يقولوها لي فوجي، تجلس معايا في الطابلة وتقولها لي، حيت انا الان ما عارفش شكون اللي قال هذه الهضره، كيبقى مجهول بالنسبه لي. ربما ما عندوش الجراه الكافيه انه يقول لي فوجي. ماذا لو قالها في وجهك؟ الاجابه ديالك. وما المانع؟ اول حاجه انا صانع محتوى، عندي جمهور كبير وخاصو يعرف الاحداث، خاصو يعرف الحقائق اللي موجوده، خاصو يعرف شنو كتقول وسائل الاعلام العالميه، خاصو يعرف شنو كاين. انا ما غنمشيش تما وغادي ندحس مع عباد الله ونشد كاميرا وتانا نشد لايف ونبقى طالق عليهم الله نطلق عليهم اللايف، رغم انني في تطوان والشاون حدايا وممكن. وقالوا لي علاش ما مشيتيش؟ مثلا انا كنت جاي من كنعتقل المدينه ديال الحسيمه، وقفت واحد الباراج ديال الجندار فكنظن واقيلا في بادلو، وسولو يعني وطلع كتاب القناه وقال لي علاش ما مشيتيش للشاون حتى انت تطلق لينا اللايف. قلت له انا داكشي ماشي ديالي، انا القضيه ديال ريان درت عليها فيديو واحد مده ديالو 5 ديال الدقائق، وكان اللي بقى تما راه 24 ساعه هو طالق لينا اللايف، هو نفس هذا الشخص هذا اللي كيقول هذا الكومنت هذا. فانا كان خصني صراحه كان خصني يقولها لي فوجي، كان خصني يكون جالس حدايا ونتناقشوا في هذا الموضوع ويعطيني الادله ديالو. المره اللي ما جاش يجيبو معايا يا خاصو يكون، ما خصوش شي واحد يكون مجهول، لا خاصو يكون عنده الجرأة، او خاص الواحد يكون عنده الجرأة ويعطي الكلام في الوجه فاس، كون جريء. مواقع التواصل سهل، ما سهل تكون انك مورا الكلافي ومورا بيسي، ديك شي سهل، اي واحد قادر انه يكون سبع في المواقع وفي الواقع غادي يكون قط. ولا ربما ديك الكلام اللي قلنا في ديك الملتقى ما عجبهمش، حيتاش عطيناهم الدق مزيان مزيان مزيان، فممكن انهم ما عجبهمش داكشي، ولكن داكشي كان هو الواقع. شنو قلتوا في الملتقى؟ انتقدنا التغطيه الاعلاميه الفضائحيه اللي وقعت الحادثه الطفل ريان، وكيفاش كانت عمليه الاسترزاق بمأساه الطفل. فهمتي، واحد مواقع الكترونيه ماشا انت ما باش دير لايف، راه ماشي باش دير لايف على الوجه ديال الطفل ريان او الوجه ديال العائله ديالو، على قبل البوز وعلى قبل الملايين المشاهدات. فهمتي، وفي النهايه غادي تخرج دير تقول لك راه حقا انا غادي نتكفل بالتعليم ديال الام ديالو، ولا انا غادي نجيب نخلص لهم الموضوع. يعني بحال شي واحد، بحال واحد القاتل ماجور خدام عام، وخدام قاتل ماجور في النهايه كيمشي يدير عمره. فهمتي، هو اصلا بالنيه انه غادي يمشي للعمره باش يمسح الذنوب ديالو، ماشي يمسح زعما باش يمشي لا باش نتو صافي لا انا هادشي ندمت عليه، لا انا غادي نمشي نغسل الذنوب ديالي وصافي باش نحس بالراحه. وهو نفس الشيء حيوسف. كنعرفوا ان صناع المحتوى المغاربه ربما غير الشمال كيكون بيناتهم واحد الاتفاق كبير بزاف، واحد الانسجام، واحد الحب، واحد الصداقه، لقاءات يوميه، لايفات سطوريه، طاقيني يوسف مساحة بعيد جدا عن كل البعد عن هؤلاء، علاش بالضبط زعما؟ انا عندي علاقات مع صناع محتوى كبار في المغرب، واخا انا ما كنبانوش ستوريات، ماشي ضروري انهم بقاو يبانوا ستوريات انا وياه كل نهار صباح والعشيه ونهري الناس بستوريات باش نبين للناس باللي انا وهو صحاب. انا يكفي ان الحقيقه راه حنا صحاب. انا ما كيعجبنيش الصداقه المزيفه، فهمتي، انه انا وياك نبقاو بانو دابا وساعه في ستوريات باش نثبت لك اول حاجه بلي انا وانت صحاب، وثاني حاجه نثبت للناس بلي انا وانت صحاب وعندنا شي علاقه بيناتنا، علاقه صداقه. انا عندي صحابي بزاف في الوطن العربي،
عندي فلسطينيين أردنيين، عندي كويتيين، فهمتي، عندي اتصال مع محمد غنايم، صديق صديق عزيز علي، فهمتي، هذه هي هي الفئة ديال صناع المحتوى فعلا اللي كيعجبوني. كاين في المغرب عندي اتصال مع بزاف ديال الأصدقاء، وهادو الأصدقاء ديالي، هذا ماشي مجرد صانع محتوى مجرد أنه خاصني نبان معاه في ستوري، لا، هذا الصديق ديالي، واخا ما نبانوش أنا وياه في ستوري بزاف، نبانو في ستوري عام. كاين مثلا صديق ديالي كاين يونس مصر الضحية المغربي، كاين محتوى ديالو واعر هذاك، كاين فخر الدين الحمري محتوى ديالو واعر، كاين واحد صديق انستغرامر سعد الدين بن جلل الطبيب، كاين ابراهيمولوجيا صديق عزيز عليا، واخا ما باقي حتى مره ما بان في ستوري، ولكن انسان عندي عزيز في القلب ديالي. هذو اللي المحتوى ديالو مشابه للمحتوى ديالي واعر. كاين لوجيا حتى هو كيقدم محتوى واعر. شكون اش ما نظلم شي واحد، بديت القائمه بايس، كاين بزاف فهمتي، ولكن انا كتعجبني الصداقه الحقيقيه، هادو اصدقاء حقيقيين لي فهمتي. ما يتقلقوش مني لمجرد شي حاجه ستوري ولا شي لعبه، لا، هادو فعلا صحابي، فماشي ضروري انه نبقى نبان معاهم. وثاني حاجه ما كيعجبنيش انني نبقى نبان في لي ستوريز بزاف. اوكي، ماشي يوسف معقد ولا شي واحد عنصري على شي واحد؟ نو نو نو، لا، ربما اللي كتذكر عليهم باقي ما عنديش تواصل معاهم فعلا، باقي ما كتبش اننا نتواصلوا، باقي ما جابتهاش الصدفه، مجرد الصدفه وصافي، باقي ما كانش، ربما انه غادي نتلاقاو في شي فرصه، ولكن عادي جدا. انا ما كيعجبنيش انه نبقى نبان في ستوريات بزاف، كيعجبني نخلي واحد المساحه شخصيه لراسي، كيعجبني نخلي واحد الفاصل بيني وبين الناس، يكون بعدا فيه واحد المساحه شخصيه كيف ما قلت. يوسف، كنشوفوا ان نفس صناع المحتوى اللي هضرنا عليهم، رغم هذا الانسجام في ظل هذا التعاون مع بعضياتكم مع بعضياتهم، كيكون المحتوى ديالهم او ناقص في عدد المشاهدات، بخلاف يوسف كيتقاتل بوحده وراه الحمد لله ماشي. شنو السر؟ السر ما عرفتش، ما نقدرش نحكم، لا استطيع ان اجزم، ولكن ربما شوف، هو الدومين ديالهم هو ماشي مقرب لي بزاف، مختلف واحد شويه، وفي نفس الوقت كما قلتي هما دائما كيكونوا كاين انسجام مع بعضياتهم، في حين انه انا فحال اللي كنقولوا وحيد بوحديتي، فحال واحد العالم، صانع واحد العالم بوحديتي وعايش فيه، مختلف تماما. ولكن كنظن انه لكل شخص الطريقه اللي كيفضل انه يقدم بها المحتوى ديالو، والطريقه اللي كتعجبو انه يبان بها في السوشيال ميديا، وما عنديش حتى اختلاف معهم نهائيا، ما كاينش ذره اختلاف، لا لا لا، ما كاينش ذره اختلاف، بالعكس. يوسف كيتحدث على الصحراء المغربيه، زيارة لديك الميم المغربيه، طبعا مغربيه وستبقى مغربيه، وعنده تبارك الله واحد الكم هائل من الجمهور الجزائري، كيفاش كيحافظ عليه وما كيخسروش وكيعطيه؟ طبعا انا غادي نعطيك الخلاصه ببساطه. شوف، هو موضوع الصحراء المغربيه هو موضوع مغربي، فالمواطن الجزائري في قرارة نفسه ما عنده حتى شي عداوة نهائيا للشعب المغربي بأي طريقة كيفما كانت، وهو هو في الدين ديالو عارف بأن موضوع الصحراء هو موضوع مغربي، هو ماشي الموضوع ديالو، القضية ديالو هي القضية ديال البلد ديالو، القضية ديال الأمن ديال الوطن ديالو الجزائر، القضية ديال السياسات ديال البلد ديالو، كيشوف أن قضية الصحراء لا تعنيه بأي، لا من قريب ولا من بعيد، هي موضوع سياسي، هي موضوع مغربي صرف، رغم انه كيبان في الاعلام اللي كيكون واحد المزج او واحد تشويه واحد المزج، الا انه في الواقع عكس ذلك تماما، وهذا الشيء كيبان من خلال الجمهور ديالي، الجمهور ديالي عارف داك الشيء، لا القضيه فيها خواخا، لا، هي حاجه باينه، وهذا الشيء مثلا الى سولتي مثلا اي مواطن جزائري تقول له ما قريتك من الصحراء، يقول لك ما دخلي انا، شو من دخلي انا، كيقول لك انا خليني في المواضيع ديالي، خليني في القضايا البلد ديالي، شوف لي انا معيشة. شوف لي المعيشه ديالي، شوف لي البطاله اللي كاينه في البلد ديالي، شوفني المواضيع الانسانيه، المواضيع الحقوقيه، المواضيع الاقتصاديه، يقول لك خليني من المواضيع الخارجيه، خلي داكشي للناس لبلادهم، انا نهضر لي على المواضيع ديال البلاد ديالي، وفعلا انا داكشي انا عارفه، ولكن فاش كنتطرق لموضوع الصحراء كنتطرق ليه كموضوع سيادي كيهم كل فرد من ملايين المواطنين المغاربه، وفعلا هذا الشيء هو مرآة للواقع،
وفاش كنذكر الموضوع انا لا اجرح ابدا، كنحاول انني دائما ماشي كنحاول، انا مجبر انني ما نجرحش بالشعور ديال اي اخ ترضي كل شيء واي مواطن جزائري. وفي النهايه كتبقى طبعا الصحراء صحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. تبارك الله عليك اخي يوسف. اخي يوسف نقولوا عليك مؤخرا او بالامس كلاشيتي الرمضان. يا اعطيت رايي كاي شخص اخر وصح حريه التعبير اللي كيامن بها حتى هو. يا انتقدت في واحد ازدواجيه ديال المعايير، حيت انا كان سبق لي درت واحد شورت فيديو اللي فيه اللي كانت فيه واحد القصه ديال واحد الشخص اللي تعتقل بسبب انه كيكمي سيجاره في واحد المكان ماشي عام، واحد المكان بعيد بعيد جدا في واحد الفضاء فارغ. المهم ما كان في ذلك الفضاء حتى شي واحد، وتشدوا فعلا ودوز 48 ساعه في الكوميساريه، في حين ان واحد المغني ديال الراب مغربي طبعا مغربي كيفتح القرعه ديال الشراب في اللايف، كيكمي الجوانات وكيكمي الجوانات فين في اذاعه مغربيه حدا منشط اذاعي، وفي طوموبيل ديال صانع محتوى مغربي كيلوحده الجوانات كيدفر الجوانات. ذا فاك، ماشي حاجه ما كتدخلليش للعقل انايا. وهذا الشخص هذا كيتبعوا اطفال، ويلاه البارح دار منشور كي فرح منشور فرح به بانه تم اعتقال واحد جوج ديال الاشخاص. انا ما عرفتش القصه ديالهم مره، ولكن كل ما عرفتهم انه داروا واحد التمثيليه ديال قيل عطاها البلاصه ديال الخاتم فيها طرف ديال الجوان. ايوا وتشدوا تعتقلوا ويلي كيف؟ وهو داك وكيفاش وفرحان، وفي نفس الوقت هو كان داير حلقه مع ديك الشخص اللي وشنو قالوا السبب ديال الاعتقال ديالهم، انهم يروجون لاستهلاك المخدرات. ويلي وهذاك اللي داير لايف امام الملايين وكيقولها كيقول انا كنتقدى الحشيش من بلاصه الفلان فلانيه وكيقولها وداير حلقه مع واحد المنشط اذاعي اسمه بوز تبويقه. اسمع لي مزيان، اسمه بوز تبويقه، وكيهضروا على فوائد الحشيش. وانا كنحيي ديك الاعلاميه اللي كانت في ديك اللقاء واللي ما عجبهاش الحال، واحد الاعلاميه اللي كانت في ديك الفقره اللي اسمها بوز تبويقه ما عجبهاش الحال، وكنحييها بزاف لانني كنحس انه عنده واحد الضامر روح المواطن. كنحس بانها الانسان الوحيد اللي كان عنده العقل في ديك في ديك المجمع. وكتلقى الصديق ديالنا داير منشور وفرحان انهم تعتقلوا، حيت كيحض الناس على استعمال المنشطات. فهو في نفس الوقت داير حلقه كامله مع مغني كيشرب في اللايف وكيكمي الحشيش في اللايف وفي وسط الطوموبيل وكيقولها وفرحان بها وعادي جدا. هذه ازدواجيه معايير مقيته وتثير الاشمئزاز بالنسبه لي انا. كيبان لك هذا نفاق اخي يوسف؟ نفاق كبير، نفاق كبير كبير كبير. من حقك انك تكمي، من حقك انك تشرب، لكن ما تطلعش علينا في اللايف وبكل اريحيه وبكل جراه تكمي قدام الناس الحشيش وتشرب قدام الناس، وما تراعيش المشاعر ديال المواطن المغربي. لربما هذا الامر هذا غادي يخلي المواطن المغربي يحس بالحقره ويحس بالطبقيه ويحس بانه كاين فلان كيتغاضوا عليه وانا الدرويش انا كيحقروني. فهمتي؟ هنا كتبدا تولد واحد المجتمع كيكبر عنده واحد الحقد تجاه المؤسسات ديال الدوله، وهذا الشيء حنا ما خصناش. ولكن هو بطريقه او باخرى راه كيتبنى، وهذا الشيء خاصهم يعني يراعيوه ويثيروا يعني يشوفوا فيه مزيان. وهذا الشيء راه ماشي ساهل، وخاص الانسان ما يكونش منافق، شو غا ما تكونش منافق وصافي. فهمتي؟ خاصك تنتقد هذا الانسان وفي نفس الوقت تنتقد هذا الانسان، تنتقدو كما كتنتقد الطرف الاخر وكيف ما كنقولها انا دابا، ويكون حدايا في الطبله غادي ننتقدو تماما كيف ما كنتقدو دابا، ما عنديش انا اي مشكل. أو يكون أنا الأصدقاء ديالي كيكميو وبعض منهم كيشربوا وكنتاقدهم، الحرية الشخصية ديالهم، ولكن مرة كنتاقدهم حيت كيبقاو الأصدقاء ديالي وكنبغي لهم الخير. أنا صديق ديالي ما كنبغي له غير الخير، ولكن الحمد لله أنهم ما كيخرجوش في اللايف، على الأقل ما كيخرجوش في اللايفات يقولوا إحنا كنشربوا إحنا كنكميو. تبارك الله عليك أخي يوسف. يا أخي يوسف وصلت لـ5 مليون على ما أعتقد أكثر من شهر.
أكثر من شهر وأنت تجهز لطريقة احتفالية ربما هي الأولى من نوعها. مختلفة. لربما هذه أول مرة أنا غادي نحتفل بوصولي لعدد معين من المشتركين. كنت باغي ندير شي حاجة اللي غادي نوصل واحد العدد، غادي ندير واحد الفيديو اللي عنده معنى، عنده مغزى. ماشي أنني غادي نطلع في فيديو ونوض نغوت ونصرخ ونبكي ونفرح. شوفوني أنا وصلت العدد. لا، غادي تكون مناسبة باش نثير الانتباه لواحد قضية، واحد الموضوع، واحد القضية اجتماعية اللي كتلامسنا كاملين، ابتداء مني أنا وانت. وداك الفيديو ممكن أنه يأثر على حياة آلاف ديال الناس. وفعلا خدمته من القلب. وفكرت أنه غادي يكون هو اللي غادي يكون بالمناسبة ديال الوصول ديال 5 مليون. وكنت غادي ننزله في رمضان. مش تعطل بزاف؟ تعطل حيتاش هاد البلبلة اللي كاينه ماشي جو صحي أنك تحط في ديك الفيديو. فقلت خلي حتى يخرجوا علينا هاد الشيخات وديك الشي وصافي، وديك الساعة نحطه إن شاء الله. داك تصدمني بالإجابات. عادي. شخصية ثانية. علاقة يوسف بالإشهارات كاين شي ولا كاين وما كاينش؟ كيجيني بزاف ديال العروض ديال الإشهارات، ولكن بعض منهم ما كنكونش متفق معهم في الثمن، وبعض منهم ما كنكونش متفق معهم في المبدأ. وصافي، وهذا اللي كيكون. يوسف، ما غير الإشهارات وما غير صناعة المحتوى في اليوتيوب، واش عندك شي عمل آخر كتمارسه؟ أنا كنعتبر أن اليوتيوب هو واحد البلاصة اللي يأخذ منها صانع المحتوى واحد رأس مال، واستثمر ديك رأس مال في بلايص آخرين. أنا كنظن أول مرة غادي نقولها لك لنسى صديقي يوسف. أنا في الإعلام ما كنبغيش نقول فين كنانفيستي الفلوس ديالي. خارج صناعة المحتوى ما كان بغيش تشي واحد يعرف أنا شنو كان خدم برا صناعة المحتوى. اللي ربما كان بغي شوية أنه تكون عندي الحياة الشخصية، وما كان بغيش أنه الواحد يشقق علي في أي حاجة كان ديرها. وهذه هي النقطة. ما قررتينيش بالعمل؟ لا، كان فضل. ما عمري قلتها، ما كان بغيش نقولها. شي حاجة اللي كان فضل أنها تبقى ليلي شخصية. طبعا هي شخصية أحسن. شكرا جزيلا. العفو. فخور جدا لأنني معك اليوم. شرف ليلي يا خويس. كل ما ختموا رسالة للشباب اللي ربما عندهم نفس الحلم ديالك أو لنفس الهدف ديالك أو أهداف أخرى، شنو تقدر تقول؟ أو نفس أهداف أخرى. أول حاجة خاص توضع واحد الهدف في الحياة ديالك، حش ما كان شي هدف، وهذه ماشي مجرد كلام في الهواء، لا، هذا هدف حقيقي. إلا ما كانش عندك في الهدف في الحياة ديالك، فغادي تمشي إنسان هائم، مجرد كائن تولد وغادي يموت وهو ما خلى حتى شي بصمة في هذه الحياة. ولكن أهم حاجة هو خصك تأخذ وقت طويل وتعرف أنت شنو بغيتي تدير. في البداية غادي تلقى بزاف ديال الصعوبات، وغادي تلقى بزاف ديال الناس اللي غادي يهرسوك، بزاف ديال الناس اللي غادي يحبطوك. ربما أنا ما لقيتهمش ملي بديت، لقيته حتى وصلت عاد بانوا ليا. فهمتي؟ كيقول لك الواحد واحد المثل على سلامتكم، فيكم من اللي بديت تندابا. ولكن هذا مزيان، فهمتي؟ كيخليك تحس انك غادي في الطريق الصحيح، كيخليك تحس ان داك الناس اللي كيهاجموك في السر، لربما هما كيحلموا انهم يوصلوا لهذا الشيء اللي وصلت ليه، ما قدروش وما قادرينش. وهذا الشيء مزيان. اي واحد باغي يبدا ما يدورش للناس وما يسمع عليهمش. مثلا ولكن انا في البدايه ديالي ما كانوش عندي بزاف ديال الاصوات المنتقده، حيت ما كانوش، انا حد ما عارف شنو غندير. لربما انت غادي كل المحيط ديالك ما باغيش، ولكن بالرغم ديالك خاصك تصبر. الا ما كما كيقولوا من لم يتكيف يموت. الا ما صبرتيش ما عندكش شي حل اخر. ولكن اهم نقطه هي شنو غدير. مثلا في صناعه المحتوى، نفترض انه عندك حلم انك تدير صناعه المحتوى، ادخل قناه مساحه وشوف اول فيديو كيفاش كان، شوف اخر فيديو طبعا، وقارنه مع اخر فيديو. انا من اللي بديت، انا بديت بمنطلق فيديو كل نهار لمده حوالي 3 شهور فما فوق. واش انت قادر دير هذا التحدي هذا فيديو كل نهار لمده 3 اشهر بلا ما تشوف اي نتيجه؟ لربما غادي تقول في النفس ديالك صعيبه شويه وما غنقدرش، لكن علاش؟ حيت انا صبرت وشفت النتائج عند الاشخاص الاخرين. أنا بنفسي دخلت المحتوى الخليجي، المحتوى العربي،
وكندخل عند يوتيوبر كبير ديك الساعه كانوا يوتيوبرز كبار، كندخل نشوف اول فيديو ديالو كيفاش كان الطريقه ديال التصوير ديالو، كنلقاه كيصور بتليفون الجوده ديال التصوير ضعيفه، كنقول الحمد لله ماشي غير انا. اذا انت انا البدايات ديالي ما غادي تكونش غادي تكون بحالو، وغادي نوصل حتى الثمر واحد النهار وغتعطي الثمر واحد النهار. هادشي اللي خلاني امن 100% انه البدايات ديالي واخا تكون صعيبه غادي نوصل، وفعلا كنت مامن 100% انه غادي نوصل. واستثمرت الفلوس ديالي اللي كانوا عندي كاملين، بقيت زيرو درهم. الفلوس ديالي اللي خرجتهم من الخدمه ديالي في الويب، انا كنت خدام في الويب باش الناس ما يجيو لهم اللاش بلي انا راه دخلت الويب 2017. الفلوس ديالي اللي كانوا عندي كاملين بنيت بهم استوديو، الاب ديالي اللي بناه معايا وكان عندي اكبر معين، وشريت به ايفون 7. هذه كنعاودها كل مره كنقولها، انا بديت اليوتيوب ايفون 7، وفي سوفت بوكس صنعتهم الدار من الالات العجين ديال الام ديالي، تخيل. وهذه كنعاودها وكنكررها، صنعته في الدار، ما عنديش باش نشري سوفت بوكس. الميكروفون كان ديال 150 درهم ما شاء الله، والحمد لله وصلت. فهادو افكار غادي يشجعوك، ماشي غيشجعك غير في صناعه المحتوى، لا، غيشجعك مثلا في انك تبدا شي بروجي ديالك، عندك شي مشروع، عندك فكره ديال دير اي حاجه، باغي انك تدخل تقرا مثلا شي تخصص. في الاول غادي يكون صعيب، ولكن حتى شي واحد ما غادي يدعمك من غيرك انت، وبلا ما نعطيك كتب تقراهم، قرا غير القصص ديال الناس وغادي تحفز. تبارك الله، وهذا الهدف. شكرا جزيلا، العفو، شرف لي انني نكون معكم، وشكرا لمنبر اشواق، الله يجزيك، وشكرا ان شاء الله يكون عندنا لقاء معك اخر، نشوفك في 10 و 15 مليون ان شاء الله. ان شاء الله، علاش لاش. شكرا بزاف متابعينا الأوفياء، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار الشيق مع أو هذا الحوار الثقافي المتميز مع يوسف أعبو، وكما يقول دائما صديقنا عائلة مساحة. يا أهلا، إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.